هذه أحد الأنفاق التي كان يتواجد فيها عناصر تنظيم داعش. هنا كانت أشبه بمكان الطبخ والتغسيل، وأيضا النفق كما هو واضح مزود بتيار كهربائي لمساعدتهم على التجول في هذا النفق أو الدخول إليه بشكل لا تلاحظهم أو لا يلاحظهم طيران التحالف الدولي. كما هو واضح هذا النفق فيه أيضا بقايا الأعتدة والأسلحة، وهنا عمليات تفخيخ تتم. هذه البراميل يتم ملؤها بمواد التي ان تي المتفجرة، ومن ثم تلغيم المناطق فيها. هنا هذا ما تبقى من الطعام الذي كانوا يتناولونه وبقية أغراض الطبخ، بالإضافة إلى هذه المروحة. وهذا تقريبا هذا هو المكان، هذا هو مكان المنام والجلوس. شوف تعال، هذا هنا مكان المكان والجلوس، بل انها اشبه بغرف كاملة تحت الارض، غرف كاملة تحت الارض. هنا يجلس الامير او مكان الامير او قائد المجموعة. هذه الكتابات ما زالت واضحة، ما زالت باقية على الجدران، ويتم من خلالها معرفة الوقت والدروس. وهنا توزيع الوجبات القتالية، الوجبات التي تقوم بعمليات الحراسة والمناوبة في عمليات القتال أو مواجهة القوات الأمنية العراقية. هنا يتم ربط بهذه البطاريات، يتم ربط أسلاك الكهرباء وإنارة الأنفاق. هذا ما تبقى من الطعام. وهنا أماكن الجلوس، وهذه هذا النفق يمتد إلى النهاية، ومن ثم هناك فرع آخر، هناك تفرعات تدخل إلى مواقع أخرى أو تقود إلى أماكن أخرى من المدينة أو تحت هذه المدينة المعروفة بمدينة فيس خراب. من أحد أنفاق تنظيم داعش، حيدر الأسدي، سكاي نيوز عربية، عند أطراف الموصل.